أهلا بكم. اليوم عندنا سؤال يخص موضوع الرفض بسبب كونه خطر على سياسة الهجرة. يعني هالسؤال بهم كل من لديه أخ أو قريب حابب يجي على ألمانيا أو على أوروبا يعني بفيزا نظامية. ومنروح للسؤال. سؤال: ابني قدم على فيزا عمل برومانيا وكان لديه رفض في هنغاريا لأنه يسبب خطر على نظام الهجرة، هل هذا يؤثر على فيزا العمل برومانيا؟ الموضوع معقد بعض الشيء. ليش؟ بالأصل إمتى بيعتبر شخص خطر على نظام الهجرة؟ على الأغلب يعتبر خطر على نظام الهجرة إذا كان هناك أسباب قوية تدفع باتجاه أن الغاية من الفيزا التي يطلبها هي الوصول لأوروبا وتقديم لجوء. اللجوء مثل ما حكينا سابقا هو مخالف لسياسة الهجرة، لأن صحيح الدول الأوروبية تبحث عن مهاجرين لكنها تبحث عن فئات محددة، يعني لا تبحث عن لاجئين بل تبحث عن فئات محددة من حيث العمر والمهارات العملية، بينما باللجوء يأتيها أشخاص غير مؤهلين أو غير مناسبين للعمل أو يضغطون على نظام المساعدات الاجتماعي. لذلك فالرفض على أساس أن الشخص يشكل خطر على نظام الهجرة هو أحد أسباب رفض الفيزا الأوروبية عموما والشنغن بشكل خاص. والسبب الشائع لاعتبار الشخص خطر على نظام الهجرة هو وجود أخ أو زوج أو أب أو ابن لاجئ في أوروبا، مما يعني أنه هالأخ على الأغلب رح يعمل مثل أخوه ويتقدم بطلب لجوء، أو أنه الغاية من الفيزا ليست صحيحة وإنما الغاية الحقيقية الالتحاق بشقيقه الموجود سلفا في أوروبا. لكن بالنسبة لحالة ابنك فقد يفيد شيئين. يعني أول شيء أنا بتمنى من الكل اللي بيحط سؤال أنه يحط كل التفاصيل الممكنة، فأنا من صيغة سؤالك ماني متأكد أنه سبب الرفض وجود أخ لاجئ أو سبب يتعلق بابنك مقدم الطلب، يعني كأن يكون حاول الدخول لأوروبا تهريب أو أي سبب تاني يعني بيتعلق فيه هو. لكن النقطتين يلي ممكن تفيد ابنك وما يأثر رفض فيزا هنغاريا هن أولا أن رومانيا ليست دولة شنغن، فإذا كان له أخ في ألمانيا مثلا فلا يمكن نظريا الالتحاق به بواسطة فيزا رومانيا لأنها ليست فيزا شنغن. والسبب الثاني وبعتقد هو السبب الأهم، وهلا رح أقولكم ليش أهم، لأن فيزا العمل بشكل عام بتقود للحصول على إقامة، وبالتالي لا يخشى من بقاء الشخص في البلد بعد انتهاء الفيزا، خاصة إذا كان طلب الفيزا مدعم بعقد عمل نظامي وطلب من الشركة في رومانيا وغيره من الشروط اللي شرحتها بالتفصيل بفيديو سابق. بالنتيجة أنا أعتقد إنه الفيزا اللي قدمها وارتفض لهنغاريا هي فيزا زيارة أو سياحة أو أي فيزا مؤقتة، أما فيزا العمل فهي سبب آخر تماما، إذا لقوا توافره فسيتم منحه الفيزا. قلت لك رح أقول لك ليش، لأن فيزا العمل انقبلت بدول أوروبية عديدة ومنها ألمانيا لإخوة وأقرباء اللاجئين، لأنها بتعني أن الشخص القادم يرغب بالفعل بالاستقرار بألمانيا، بينما لما عم يقدم شقيق اللاجئ فيزا زيارة أو سياحة عم يتم رفضه باعتبار أنه على الأغلب يرغب بالبقاء بعد الفيزا وبالتالي يشكل خطر على سياسة الهجرة. نكتفي بهذا القدر، دمتم بخير. إيه نعم. 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 포도. إيه نعم.